مهرجان لقراءة الكتب وتوزيعها مجانا شهدته إحدى متنازهات كركوك لحث الشباب على المطالعة والعمل على إيجاد شارع ثقافي على غرار المتنبي ببغداد والذي تفتقد إليه المدينة. فعاليات عدة تخللت المهرجان تمثلت بتقديم نصائح وتوجيهات طبية إضافة إلى معارض للرسم والأعمال اليدوية. هي خطوة أولى في اتجاه صحيح في من أجل إقامة شارع ثقافي في كركوك بالتعاون مع دار السطور الذي تبرع بحوالي 3000 كتاب لقراء كركوك، ونحاول أن يكون هذا المهرجان له استمرارية في بين فترة وأخرى. مجموعة مؤسسات اتحدت على أن تكون كركوكية عراقية بغض النظر عن أي شيء آخر، وقررت أن تعلي صرح الثقافة والفنون في هذه المحافظة التي كانت ولا تزال هي مدينة المحبة والتآخي. شخصيات أدبية واجتماعية من كركوك أشادوا بالمهرجان واعتبروه خطوة جديدة في جذب الناس على قراءة الكتب، رغم أن البعض قد شكى من عدم وجود الكتب بجميع اللغات. نحن ككركوكيين نستفيد من هاي التجمعات، نستفيد من هاي اللقاءات، لأنه بعيدين شوية سياسيين والمثقفين شوية بعيدين عن البعض. افتقار المعرض للكتب التركمانية، طبعا هذا شيء مؤسف. المفروض كان هناك جهات التركمانية وخصوصا اتحاد الأدباء مثلا كانوا يفتتحون طاولة. الحاضرون شددوا على ضرورة إقامة مثل هذه المهرجانات في كركوك، والتي ستجسد وجه المحافظة الثقافي بعيدا عن السياسة في ألوانه الإنسانية الجميلة. أتمنى أن لا تكون حملة نهائية، وأتمنىها أن تكون مستمرة لعدة حملات. وأني كرأيي كأنظر إلى هذا المؤتمر أو إلى هذا التجمع الثقافي إنها عبارة عن ثقافة جديدة لمدينة كركوك الذي غابت منذ سنين. اليوم كلش تفاجئنا بالأعداد الكبيرة اللي حضرت المهرجان، ما كنا متوقعين هالقد يكون أكو إقبال، وهذا دليل إنه بكركوك فعلا الناس يعني تحب هيجي شغلات، تحب إنه تشوف الفنون المنوعة. فعالية رغم بساطتها إلا أنها تحمل مضامين عدة، حيث جمعت مثقفي كركوك من المكونات كافة. سوران الداودي، الحرة، كركوك.